السلام عليكم. انا اليوم من جديد اطالب بالعداله ليوسف بعدما سدوا عليا جميع الابواب، جميع الابواب تسدت عليا، الحمد لله باب الله مفتوح لنا جميعا، ولكن يبقى السؤال الى متى تضاع الروح الارواح ولادنا. انا دقيت البيبان كلها، هي قلبت بوسائلي الخاصه على تليفونات ديال الناس مسؤولين، اتصل بالسيد عبد اللطيف وهبي، قالت لي السكرتيره ديالو بانه ما عنده ما يدير ليا. كيف انا ما كنفهمش اشنو الاختصاصات واشنو وزير العدل ما عنده ما يدير ليا. السيد داكي اتصلت به قال لي انا اعتذر طبعا على توقيت الاتصال، ولكن ام مكلومه اشنو غادي دير؟ ام مكلومه تبان ليها غير بلاصه فيها الضوء، غادي تتجه لها. كان عليه هو كمسؤول واحترامي ليه انه يخصص لي توقيت. ايه انا اعتذر انني عيطت ليه في هذيك الوقيته، مي كان عليه كمسؤول دير الملك جلاله الملك ماشي يشوف مسائلنا وشغلنا. وانا كأم متضرره كان يدير لي موعد ونوقف على جميع الحقائق. كيفاش عباد الله انا جميع الشكايات، واش انايا اشنو؟ واش انا ماشي ام مغربيه؟ واش يوسف ماشي هذا؟ تشوفوا التصاور، ولدي هنا تعرض للضرب والركل، وعندي ما يفيد بانه تعرض للضرب والركل، تنكيل تم التنكيل بالجثه ولا ساكن، وتا واحد ما تحرك. اش من باب غادي ندقوا؟ اش من باب غادي ندقوا؟ قولوا لي اش من باب ندقوا نمشيو ليه؟ فين حنا؟ ياك حنا في المغرب بلاد الحق والقانون، الله الوطن الملك، عاش الملك. انا ماشي ضد مؤسسه الامن الوطني، ولا كنقلب على الشغاب ولا لشي حاجه، انا كنقلب على حق ولدي. حق ولدي 21 عام 9 شهور و9 ايام و9 سوايع، هاد 21 عام انا راه ضربت فيها تماره. انا ما كنتش كنمشي كنطلب ولا كنتسرق، ولا انا ربيت ولدي باش يعمر لي كتافي. يجي واحد رجل امن، رجل امن عباد الله، كون عا كنقول ولدي مع شفار مع شفار نقول ولدي قلب عليها، رجل امن يضرب لي ولدي هكا والكاميرا تطفى وكل شيء يطفى وبنادم يسكت. الشاهد اللي مشى للفرقه الوطنيه، انا واحد النقطه ربما في محاضرهم يكتبوا ما كيرجعوش لاش كيكتبوا. الشاهد اللي تقدم ديته على اساس انه صور اشنو وقع واشنو هذا، وهو بفمه قال لي خالتي راني صورت وني ما تخكليتو. ملي دخل الفرقه الوطنيه داكشي كلشي تمحى، كلشي ما بقاش. قالوا مات الداعيه ام الضحيه غير صحيح، واخا سيدي مات الداعيه ام الضحيه غير صحيح، انا معاكم. وتم تبرئتهم، الواحد اللي ملي طيح عليه باطل ثقيل القتل، وعلى من؟ على رجال امن، وليسوا بمواطنين عاديين. وحتى ولو كانوا مواطنين عاديين الا تم تبرئه شي واحد اشنو تيدير؟ كيدعيك. انا دعوني، انا هادو اللي اتهمتهم بالقتل ادعوني، ادعوني وانا معاهم، يقتلوني ويعدموني ما عنديش مشكل، ظهري عطيتو العصا. هذاك الفرقه الوطنيه سجلوا في محاضرهم واحد الشاهد كيقول بان ملي طلبوا مني انا تصاور ديال شكون اللي كان صايق، قلت لهم ولدي اللي كان صايق، وفي اوديو خداته الفرقه الوطنيه كيقول بان الصوره الوحيده اللي عنده هي اللي عطاني، وما تبقى من الفيديوهات والصور راه خداه صوروا واحد الولد اللي تم القبض عليه. هذاك الولد ملي مشى الفرقه الوطنيه انكر تماما لاسباب لا اعرفها، انا ما غاديش نقول بزوا عليه ولا قالوا ليه لا او لا، انا ما عرفتش. حتى الولد اللي كان مع ولدي واللي قال في المحضر بانه تخبى تحامى في ظهر ولدي، تحامى في ظهر ولدي وانا كنهضر معاه هو مباشره، دابا تحبيتي في ظهر ولدي، ولدي خباك على الموت، من ربي خباك وزدتي تخبيتي ظهر ولدي ومن وراها سكتي. علاش سكوت؟ علاش سكات؟ علاش سكات عباد الله؟ علاش سكات؟ ولدي انا ما مشاغب ما منبلي ما كيدير حتى شي حاجه، وحتى ولو كان عنده حقه في العيش، انا ملي كنقول حق ولدي حقه في العيش. شاب علاش يضيع؟ شاب علاش يضيع؟ علاش الكاميرا اللي كانت فوق منا ها هما هاد العدد ديال الكاميرات؟ واش انا ملي غادي نضربك كلهم غيوقفوا ضدي ويقولوا حقا طافين؟
الكاميرات الاخرين شافوا، والكاميرا اللي فوق الحديث مباشره خاسره. علاش جابوا لي شهود، شهود زور؟ ونزيدك على واحد القضيه عمرني ما قلتها، جا عندي واحد من الصقور الى وقفوني انا كنقولها واتحمل مسؤوليه. الله يخليك بنتي، انا ما بغيتك تعد لي حتى شي حاجه في هادشي اللي كنقول، بغيت هادشي اللي كنقول يتحط كامل. واحد من الصقور جا عندي ما كانش لابس اللبسه، وكنت ديك الساعه باقي ما دفنتش ولدي وكنت مصدومه، قال لي يا خالتي راه سولني، وانا غادي نذكر الاسم، سولني المرنيسي قال لي اشنو واقع في الحي محمدي عين السبع. قلت له علاش يا ولدي؟ قال لي خالتي سيري سبقي ديري شكايه، راهم غيمشيو يهرسوه. وتصور عباد الله هادي غيمشيو يهرسوه باش يلصقوا لولدي تهم ان خرج فيه، وهذا اللي كندافع عليه. انا لا اقبل تماما كلمة مشتبه على ولدي، مشتبه به ولو ميت، لأن ولدي كان ديما غادي يجرب الحيط. يوسف ما عمره مشى للكوميسارية عباد الله. يوسف أنا ما عرفت الكوميسارية حتى مات. أنا نهار دخلت دهاليز الكوميسارية كل احترام، نتحدى أي بوليسي، أي بوليسي أيا كان يقول نور الشعبي باين يوسف تعدات علينا ولو بكلمة. أنا ملي كنهضر أنا لست ضد مؤسسة الأمن الوطني. سي حموشي اتصل بيا دوينا، ناقشنا البلاغات، والبلاغ اللي كيقول بأن الزي النظامي ها هي الصورة هذه اللي هي سميتو، كان الزي النظامي كان مول الفوقية، وهذا مول الفوقية هو اللي شد الشاهد اللي كانت عنده الحقيقة، والولد اللي شاف بأن ولدي تعرض للضرب والركل، تعطاه كروشي بحال هكا وتصر فيه قبل يسر والركلة بالرجل. وملي الولد دفع البوليسي قال ليه، البوليسي قال ليه شوف هذا اللي مهرس، وقال ليه ما كتشوفش هذا اللي ميت، ولدي ميت. هاد التصويرة ديالو شدوها، هاد التصويرة ديالو شوفوا عباد الله. وكلب كلب يكون غادي في الزنقة ويشوف بنادم مضروب بحال هكا يتجنبوا، ماشي يضربوا، ماشي يضربوا. اشنو بغاوني ندير؟ اشنو بغاوني ندير؟ انا في بلادي في المغرب يا حصرة، في بلادي اشنو بغيتوني ندير؟ اشنو بغيتو؟ عطوني حل. انا هاد الناس كلها هي اللي كتشوف فيا، انا بغيت حل، انا بغيت حل، انا بغيت حل قضية ولدي. ما طالبة واش طالبة شي حاجة؟ الناس كلها اللي كتسمعني واش انا طالبة شي حاجة غريبة؟ انا هاد الشباب اللي كنشوف فيهم كلهم ولدي، انا كبرت ولدي باش يكون في كتافي، انا ضربت ثمرة على ولدي باش يكون في كتافي. علاش يتقتل؟ علاش يتقتل وانت حفظ الملف؟ واش حفظ الملف 4 شهور؟ حفظ الملف 4 شهور علاش؟ اعطوني انا اعطوني غير جواب. هاد البرلمان علاش ياك برلمان وبرلمان الشعب؟ شكون اللي دايرو؟ دايرو سيدنا ويدخلوني ليه ويشدوني ويقتلوني ويعدموني، ولكن يعطوني حق بنتي، يعطوني حق بنتي. انا ما كنطالب حتى شي حاجه، انا كنطالب حق يوسف، العداله ليوسف، العداله ليوسف. حسبي الله ونعم الوكيل. واش هاد الناس اش غادي يقولوا غدا قدام سيدي ربي؟ اش غايقولوا غدا قدام سيدي ربي؟ كلنا غنمشيو كيما مشى يوسف كفن، كلنا غنشوف كفن، كلنا غنشوف كفن. اش غادي نديو معانا؟ انا ام ربما كنهضر بعاطفه، ولكن العقل كيقول واش هاد الدري اي دار مخالفه للغرامه ديالها 150 درهم، والبوليس اشنو الدور ديالو؟ البوليس الدور ديالو الردع وليس القتل. ونزيدك كيقول على ولدي مشابه به، هاد ولدي اللي مشابه به شتي فين واقفين؟ والبرلمان هكا البوست ودارنا، كيعرف ولدي معرفه شخصيه. الموطور اللي كيقول لك يستعملوا في السرقات، والموطور هو كيمشي ويخرجوا من الفوريان. ملي انت يا سيدي كتمشي تخرج الموطور بهذيك المواصفات، واش انت كرجل سلطه واش ما عندكش الحق ديك الساعه تقول لا راه هذا الموطور خصك تبدلو؟ انا قلت لهم عندكم عندهم جوج ديال
لي بواط نوار، لي بواط نوار اللي غادي يعطيهم الحقائق ديال هادوك خمسة الناس. واحد راه في الحبس وواحد راه من الموطور. همايا همايا يبحثوا راه غيعرفوا. حنا تبارك الله راه ما شاء الله الحنكه ديال الامن المغربي راه معروفه في العالم. واش غتجيو تديولنا حتى داكشي ديالنا وغادي نعجزوا؟ راه لا يمكن.